مرحبا، يعطيكم العافية يا أهل الخير لحلقة جديدة من غير قابل للطي. توجهنا بهالحلقة لريف اللاذقية وتحديدا لبلدة الهنادي للحديث مع الأهالي عن الخدمات في البلدة، ودار الحديث التالي مع سكان البلدة وأخبرونا عن أهم المشكلات الخدمية التي يواجهونها. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. نحن صرنا بقرية الهنادي، طبعا بنسأل الناس هون عن الخدمات المقدمة من قبل البلدية. يعطيك ألف عافية أختي. سهلا أستاذ، أهلا. حضرتك عندك أحد المحال هون بهيدي القرية، خبرينا شو وضع جورة، هي صرف صحي ولا مياه شرب؟ شو هي؟ هذه مية شرب، ما بعرف إذا رئيسي أو خط فرعي، ما بعرف لأنه أنا مستأجرة بالضيعة، بس هذا الخط من هون لهونيك مضروب من هون و توسع، صار لي 3 سنين على الحالة هي توسع. لجأنا كذا مرة للبلدية، فالبلدية ما بعرف إذا إلها علاقة أو طرقات أو الخدمات المسؤولة عنها ما بعرف من هي، فحكينا فيها كذا مرة نحن وما بعرف، بدو تصلح الخط يعني بصير فيضان هون، بتأذوا المحلات، بتفوت المي، عرفت كيف؟ طيب ثواني بس مشان نوضح الصورة، يوسف من هون من هيدي يعني شغلة شي 5-10 أمتار تقريبا، هاد هون في عطل وهنيك في عطل. هلا هنيك العطل يمكن سووا لان جابوا تريكس من فتره، صلحوه هنيك العطل بتصلح. هون رجعوا بعثوا لنا خبر انه هذا خط للمشتركين، انه على اساس المشتركين هي بدها تصلح فيه، فما بعرف من المسؤول على الموضوع ما بعرف، بس قالوا لنا انه هون مشتركين. رجعوا بعدين بعد شي اسبوع بعثوا لنا خبر انه راح يبعثوا تريكس يصلحوها، ولحد هلا ما بين يعني كل ما اجى دوركم بمياه الشرب هي بتفيض. اي طبعا اكيد، هي كل ما اجت ميه الشرب او كان دورنا بالمي هون. أول شيء كل قديش بتجيكم مية الشرب؟ هلا مية الشرب بتتوفر، بتجي ما كتير معنا قطع مية الشرب، بس المشكلة بالعطل هون. طيب لما اشتكيتوا شو كان الجواب؟ شو خبروكم؟ هلا البلدية مشكورة بتتعاون، يعني الدكتور مازن الله يخليه يا رب كتير كويس، وما دائما يعني بيحكي بالموضوع، بس على أساس ما في آليات من تحت الخدمات من تحت، انه ما في اليات او ما بعرف والله، يعني شو بدي اقول لك ما بعرف. هلا هون مين مسؤول عنا انا ما بعرف. هلا انا الشكوى بقدمها للبلديه، فالبلديه شو بتتصرف ما بعرف. افترض هي التابعه. طيب قد عمره العطل؟ هلا انا صار لي 3 سنين معاني من هالمشكله هون. 3 سنين انت موجوده هون وهالمشكله موجوده، يمكن تكون اكثر من هيك. ما بعرف، ممكن انا صار لي قبل كثير، بس كانت صغيره الموضوع، هلا شوي توسعت وصارت اكثر يعني. هلا ما بينسكت عنا يعني، صارت كثير يعني، الخط كله مضروب كله يعني. شكرا جزيلا. اهلا استاذ، اهلا. هلا بهذا الموضوع خليني اسالك سب موضوع ثاني، موضوع النظافه. طرقات اي النظافه عم تترحل الحاويه؟ تماما، وعم يتعزل كله، ما في مشكله نهائيا، لا معنى اي مشكله بالنظافه، ما في مشكله. شكرا جزيلا. اهلا استاذ. شكرا شكرا. خالي كمان انت متضرره من فتحه؟ طبعا متضرره. اي والله متضرر. خبرينا شو بيصير لما بتجي مي تشرب؟ بتجي المي على اساس عم يبعثوا المي على الضيعه لفوق، 3/4 عم تضل عم تروح برا السكر اللي مطلع بالطريق، المي شيء انها تجي يعني ما عم تجي مي بالمره، وين بتطلع بدل ما توصل للاهالي عم تنزل بنص الطريق عنا، يعني عم تصير عنا هون ما بعرف شو، يعني كانه لا مطار ولا اكثر من اي مطار بتصير. الدنيا بتعبي عنا يا لطيف، سيارة رايحة وسيارة جاية، والسيارة بتطرق فينا بهالمية يعني بالمرة، يعني الوضع. قديش عمرها هالمشكلة خالي؟ أنا إلي هون إليش والله شيء تقريبا 4 سنين. أربع سنين كانت من قبل شوي قبل ما تطلع البناية، هني عم يقولوا البناية ما إلها علاقة، قبل ما تطلع البناية المشكلة موجودة. إيه قلنا إني عم يقولوا البناية، قلت لها البناية أنا بعرفها، أنا إلي هون شي 7-8 سنين، قبل ما تطلع البناية كانت هيدي موجودة. خالف طب شو مشان أمور تانية، النظافة، الطرقات، عم تترحل الحاوية؟ عم تترحل كل حين ومي. حوالين الحاوية حاويتين على الأرض، بس بتنقلب الحاوية وعلى الأرض كله موجود يعني. زبالة كتير وضع. محطوط حاوية وحدة هي لازم تكون 3 مثلا؟ لا حاوية بس يعني عم تطول لحتى تتفضى، فعم يصير كله على الارض، بفضوا الحاوي ولا على الارض بضل النظر الحاوي نفسه، بس هيكل روحه كله عم يعني بحطها بقلب الحاوي بتنزل من تحت لانه مضروب الحاويه. ما انا يعني هلا في ما في روائح بالصيف، محلاتنا ما بتتقعد فيها من الروائح، عندنا هون تبع فروج معلش بحطها بالكيس بسينات وكذا مثلا بالزلمه بسينات بدها تشيلها،
يعني بده يرحلوا وما بين 100,000 كلمة 100 شيلوا يا جماعة اختنقنا من الروائح. مرحبا، كيفك بالأول؟ الله يسلمك، كيفك انت؟ هذا البيت كون خالي؟ هذا بيتنا. انتو كمان المي؟ والله المي من هناك بتنزل على غرف النوم تحت. مي شرب؟ لا والله مية المطر ومية الشرب خربان، مسكرين لنا الحق. هذا البيت ما؟ ومهدود الباطن من فوق وما عملوا لنا يا كل السقف مهدود، وإذا بتطلع بتشوفوا بتصوروا بتمنى. هيدا بعد الزلزال؟ بعد ولا من قبل الزلزال؟ والله قبل الزلزال كان في شقة هيك، بعد الزلزال نزل كليته، هيدو هسه الباطون فيه. وهيدو من هد هون كمان من الباطون، وهونك المي كلها بتجيش من المطر، وعلى فكرة المواطنين هن اللي بيعزون المصافي. الناس هي اللي بتعزل؟ أي والله. بالبلدية؟ والله بالشهر للسنة تتسويها مرة. يعزلوا المصافي؟ هلق لهم فترة هيك وهيك ما زيادة. المي بتفوت على البيت؟ من هديك الجهة أي، ومن هون كمان. من هون بتطوف، إذا كانت مية المطر بتطوفهم بيصير لهم بحيرة، بتنزل على بيتنا كل الوسخ وهي بيفوت على غرف النوق تحت، وبتمنى تطلع تشوفوا لبيتنا. بنفوت بنصوروا يا خالي، يلا يلا. مرحبا يا عم. اهلي، كيفك؟ اهلا اهلا. حضرتك من سكان الهنادي؟ نعم. خبرنا كيف الامور والخدمات هون بالضيعه؟ سأل لاخونا. ليش ما انت ما بدك؟ لا انا ما بدي اطول على كثير، انا خليه. لا طيب انت ما شفت الطرقات اللي فيها؟ شفت. ايه انتوا ساكنين هون بتعرفوا اكثر مني. ما في خدمات. ما في ابدا. بكذب عليك بقول لك ما في خدمات. بلا ليش بلا؟ لك بلا في خدمات. شو؟ لا حول ولا قوة. مرحبا، خبرني لأروح لعنده. ايه مثل ما قال لك، المكتوب مبين من عنوانه يعني. لا كل شيء واضح. مي، صرف صحي، ترحيل قوى. موجود، كله غير موجود. ما ها صرف صحي؟ لا لا موجود صرف صحي. خبرونا في مشروع منفذ هون. والله ما بعرف والله. مية شرب؟ يعني مقبولي شوي صار. ترحيل القمامة؟ في ترحيل القمامة. بلشت بحديثي معك ما في خدمة، في شوي طلع. لا في ترحيل القمامة خدمات، بتشاف الطرقات هي. مريح. الطرقات؟ ما في تصفية. ما في تصفية. ولا ترقيع. ولا ترقيع. ما في جو؟ محطة حبيبي. أي محطة؟ على المحطة اللي بدك. أهلا وسهلا. شو؟ في ولا ما في؟ في كل شيء مثل ما لك شايف. ايوه شكرا، يلا يعطيكم العافيه يا شباب. السلام عليكم يا عم. سلام. يعطيك ألف عافية. أهلين يا هلا. حضرتك من سكان الهنادي؟ إيه نعم. عمو نحن عم نسأل هون عن الخدمات، إنه شو وضع مياه الشرب، الصرف الصحي، ترحيل الحاويات، الطرقات، شو بتخبرنا عن الموضوع؟ في شوية تقصير يعني بالحاويات، تنظيفها يعني الشوارع ما عم تاخذ يعني ما تنظف بشكل جيد، شايف كيف؟ ما تبقى مقبول إلى حد ما. مياه الشرب؟ لا مقبول. كل كم يوم تجي؟ يعني بالخمس أيام، أربعة أيام، خمس أيام. تجي يوم، نص يوم؟ إيه هيك شيء يعني. بتلحقوا تعبوا الخزان؟ إيه إيه. ما تبقى من الأمور عم هون، شو بتخبرنا عنه؟ وضع ماشي الحال، كويس. لا بأس، لا بأس. جيد. كيفك يا عم؟ اهلا وسهلا. من اهالي قريه من الهنادي. مرحبا، خبرنا عن الخدمات عمو. والله شو الخدمات؟ مي شرب، صرف صحي، ترحيل قمامة. القمامة ما يرحلوا،
الصرف الصحي، في محلات بدها تظبيط، اما نظيف ولا تظبيط؟ تظبيط، اما ميت الشرب عدم على الخالص. هلا خبرنا عم هون انه اربع خمس ايام تجيكم. لا انا براهنوا على 15 يوم ونص ساعة. هذا الحكي عاري عن الصحة، أنا بعيد بمؤسسة المية وبيعرفني كم شكوى مشتكي أنا. أنا مشتكي فوق العشرين شكوى ومع المدير. وما عنش لا حياة اللي ما انتبه. 15 يوم؟ إذا بتيجي بال 15 يوم يكتر خيرين كمان. طيب عم سؤال هلا. كونه هلا صار في رأيين، شيء خبرني كل أربع خمس أيام وأنت حضرتك ما تقول لي 10 15 يوم، يعني معقولة في خطوط بالهنادي، فيها مشاكل خطوط لا؟ لا لا لا، هيدو وينه يا؟ معلش كم سنة إلى مترك بالمي؟ أنت ما بالمؤسسة؟ كم سنة إلك ما شربت؟ كم سنة إلك ما شربت؟ ها؟ كم سنة؟ شخاد؟ إيلو من يوم اللي تركبت ما عبى منا نص ساعة. مرحبا يا أخي، تعرفني بحضرتك. زياد عروس. الله يقويك يا رب، بس نجي عشان أيوه شكرا جزيلا لك. خبرنا شلون الأمور؟ الحمد لله، عايشين. خدمات، الخدمات. هلا منيح الخدمات، بس مثلا مثل هذا الريجور هاي شقد صار له يعني عم يطلع كل ما طلعت سياره ونزلت عم تخربوا له الريجور ما رجعوا بايدي انا يعني هلا راك من محله ما بتحرك من محله ففي مشكله يعني في شغلات منيحه مثل ما يقول القمامه ما تترحل وكذا في شغلات يعني مثل هذه برتوا البلديه شو ردت عليكم البلديه هلا نحن ما البلدية ما عم تشوفها يعني ما في داعي نخبر البلدية نحن يعني ما تشوفها ما تمر من هون كل يوم البلدية هون لما بيصير مطر بنشوف هون جورة اي والله يصرف هذا؟ ايه بيصرف بس خلصت المطر ايه بيصرف هلا التصريف بيصرف ايه بس المشكلة بهالحديد يعني صرت مجلسة بإيدي أكثر من 10 مرات يعني إذا إجا متور كذا وقلب أكثر من متور هون يعني قلب أكثر من متور فما في شيء إن شاء الله خير يعطيك العافية شكرا جزيلا مرحبا يا ايه تفضل هالساحه هاي الروضه اطفال هلا بصر المطار طوفان شو بتكلي هاي بس يعملوا لها صرف صح يعني مي تتصفي بتروح على المجرور طوفان بتصير هاي روضه للاطفال صرنا طالبين فيها فوق العشرين مره ولا حياه اللي ما انتم نادي لا لا مرحبا تفضل من اهالي النادي هلا في عندنا خزان كهرباء حطوه على مفرق المدرسة الثانوية خزان جديد هالخزان صاير مسكر الممر اللي طالع من جهة المدرسة على الشارع الرئيسي كثير عم يصير لهم حوادث يعني خفوا الطريق الجاي من جهة اليسار طالع على الشارع الرئيسي بده يصطدم بالسيارة الجاي هيك وهون هلا صارت كثير طريق مزدحمة بحكم انه صار في ثانوية هناك فهذا بشكل خطر يعني على الطلاب وبشكل خطر على اصطدام السيارة نقلنا هذه الإشكاليات للجهة المعنية بالأمر والمتمثلة ببلدية الهنادي وسألنا رئيس البلدية عن أبرز الإشكاليات في القرية وسبل حل هذه الإشكاليات وكان الجواب كالتالي جديد بنرحب فيكم مشاهدينا الأكارم طبعا تواصلنا مع الدكتور مازن البودي وهو رئيس بلدية الهنادي لتوجيه التساؤلات التي أخبرتنا عنها الأهالي بما يتعلق بالخدمات في قرية الهنادي دكتور مازن أول شيء أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أستاذ الله يقويك يا رب دكتور خليني أبلش بالإشكاليات وحدي وحدي طبعا أول إشكالية تتعلق بمياه الشرب هناك منطقة تحديدا عولجت أكثر من مرة لكن لم نصل إلى حل شو وضع هيدي المنطقة تحديداً ليش لهلا ما شفنا لها حل بصراحة أكثر من منطقة مشكلة الخط الرئيسي في البلدة هو خط يتضرر بشكل دائم يعني عشرات المرات تضرر الخط وكان هناك شكاوي دائمة عن طريق محافظة اللاذقية وأتت لجان مؤسسة المياه من عدة أماكن لكن حتى الآن لا زالت هناك بعض الأماكن لم تصلح بشكل جيد يعني مثلا لدينا منطقة الدروة تقول المؤسسة أن العطل هو للمشتركين قلنا لهم طيب طالما أنه للمشتركين وليس الخط الرئيسي قوموا بتوجيه إنذار اقطعوا المياه حتى نلزم الشخص بإصلاح الخط فهو يؤثر على الطريق وعلى السكان بشكل عام
هذا بما يتعلق مياه الشرب. ايضا بما يتعلق مياه الشرب اخبرونا في مناطق انه 15 يوم ما تجي المي مره، ممكن بعض مناطق فيها اعطال. ايضا مؤسسه المياه بالصوره الكامله حول وضع البلده في المياه، بعض الحارات منذ عامين لم تاتي المياه، هناك اعطال في المواسير في 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 سكر المياه. حتى الان في عده مناطق اخبرنا مؤسسه المياه بالتفاصيل الكامله، وهناك وعود دائما باصلاح تلك الاعطال. خلينا ننتقل للأمور واحدة واحدة أستاذ، بما يتعلق بموضوع الصرف الصحي ومصارف المياه المطرية. أيضا في منطقة يمكن صورناها أنا وزميلي يوسف صقر، الحديد يعني طالع عن الزفت أو طالع عن مكانه النظامي، فيمكن يسبب أي حادث مروري لا سمح الله. المصارف المطرية نحن دائما معالج دائما المصارف المطرية خصوصا قبل فترة الأمطار. الضرر الحاصل في المصفات المطرية هو نتيجة عبور برادات الحمضيات عليها نتيجة الوزن الزائد. منذ 10 أيام قمنا بلحم المصفات وإصلاح الوضع، لكن عادت مجددا ربما للضغط، فهي تحتاج إلى صيانة أكبر بالنسبة للمشبول البيتوني مع اللحام. سنقوم قريبا بإصلاحها إن شاء الله، لكن هذا الوضع يتعلق دائما بضخامة السيارات والأحجام الكبيرة. هلا كمان سألنا الأهالي عن موضوع ترحيل القمامة، خبرونا القمامة عم تترحل لكن يمكن فترات زمنية متباعدة، ووضع الحاويات في بعضها سيء ربما، يعني الحديد مش متآكل. الوضع القمامة متابع بشكل دائم، لا يوجد أي مكب عشوائي في بلدة الهنادي ولا يوجد أي تأخير في الترحيل. طبعا الحاويات أصبحت قديمة، طلبنا من عدة جهات، كل الجهات التي زارت البلدة بعد الزلزال عن طريق المحافظة، قمنا باستبدال قسم من الحاويات. والآن هناك فكرة أيضا لاستبدال القسم الآخر المتضرر، هي متضررة بشكل كبير صراحة، هذا الكلام صحيح، لكن قريبا نأمل أن نحصل على عدد من الحاويات أو نقوم باستكمال عملية المشروع آخر لصيانتها. أيضا دكتور، في قريب من الثانوية ربما على مفترق الطريق هناك موضوع خزان كهرباء، هذا الخزان ربما يشكل إعاقة بالنظر ربما لبعض السائقين في الطريق. نود سؤالك أن موقع خزان الكهرباء ممكن التسفيت حوالين هذا الخزان يسهل عملية حركة المرور، تفاصيل عن هذا الخزان ووضع حديثا. الخزان وضع حديثا، كان هناك مداولات طويلة مع مؤسسة مع الشركة العامة للكهرباء مع الأهالي، لكن المكان الأنسب للخزان حتى تستفيد منطقة الهنادي تحديدا منطقة الشاغور من الكهرباء هو هذا المكان. اقترحوا أنه باتجاه أراضي فديو بعد الخزان مباشرة فديو، لكن مجرد أن نقلت الخزان لعشرين متر لا تستفيد المنطقة من بأي شكل من هذا الخزان، فكان إلزاما وضعه بهذه المنطقة حتى نستفيد منه. أما موضوع الزفت فقمنا منذ فترة بالتسفيت قرب الليل، لكن أنت تعلم يعني عملية التسفيت هي تمهيد لمرحلة دائما أسوأ، يعني نتيجة الأمطار طالما أنها ترقيع يعتبر، وهذا أصعب نوع من أنواع الأعمال فيما يتعلق بالطرقات والتسفيت المتقطع، حفر هنا وحفر هنا. شكرا جزيلا لك دكتور مازن. شكرا لك. ريفنا جميل جدا وربما ينقصه بعض الخدمات ليغدو أجمل، وطالما أن دوام الحال من المحال فلا بد لهذا النقص أن يتم تغطيته وإكماله في المستقبل. وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا على طيب وكرم المتابعة، منشوفكم بحلقة جديدة.